طيب مع الحرب دي ما فرضت فرض والحرب دي ما جاسات جابت أسباب كثيرة. السودان ذاته لو لاحظت العشر سنين الأخيرة دي كان حصل ما حصل فيه فساد من الربا من قطع الرحم من الحسد كل حصل. الأخوان في البيت سلام ما بيناتهم، العمام كذلك، الأولاد مع أبواتهم، الحرب دي ما جاسة في النهاية فرض عليهم. إحنا الآن يا نكون يا لا نكون يا نكون يا لا نكون للحرب الآن. الآن الدعم السريع بقى يعني زح من الأجانب للنهب والسب داخل السودان. إيش الحاصل الآن موجود عليهم؟ إحنا يا جماعة شوف أنا الكلام اللي قاعد أقوله كثير، الجمرة بتحرق المواطير. وانتوا اللي قاعدين ده واعطينا الجمرة. انتوا اللي قاعدين ده واعطينا الجمرة. ما لم تقيفوا وقفة حقيقية، وقفة وطنية، والله كلنا تاكلنا الجمرة. فالآن الحصة وطن. احنا نبعد من الغبلية، ونبعد من أي مشاكل الشخصية، ونبعد من الحسد بين بعض، نبقى كلنا في الوطنية في قضيتنا نحن الآن فيها. حرب. حرب دي كبيرة، ما بنقول ننتهي الليلة ولا بكرة. يمكن تنتهي بكره لكن احنا ما بنقول، يمكن سنه يمكن 10 سنة. الناس زار الواحد تقيف، ناس تقيف وقفه حقيقيه. الان القوات المسلحه والاجهزه النظاميه عامه ما مقصره، شاده حيله لكن بمنو بنتمها نحن. في اي خلل نقيف نتمه نحن، بايماننا برقبتنا بدمنا بكل ما نملك. نكون في هذه المؤسسه ونتوحى فيها وحده حقيقيه. الشيء اللي اتضح لنا حيكون في تغيير من الشعب السوداني لشعب جديد. ده واضح الشيء اللي حللته انا كفايه من فتره سنه ونص دي، ده تغيير من الشعب الموجود لشعب جديد. نحن يا جماعه نركز تماما، انا كمان بقول فيه ده شيء شايفه بعيني. وسنه وسبع شهور انا مره قدامي الناس تركز. الناس تركز تماما انه القضيه دي قضيه كبيره. والقضيه ما قضيه، القضيه هسه اللي حارب فيها الدعم السريع ما لي قضيه. يا جماعه المستشفيات كلها اتنهبت. المال حق المواطنين بالرفع بالشاحنات والجنبوهات قدامنا. عشان الناس تركز تماما انه القضيه دي كبيره والناس تقيف والناس تتوحد والناس تبقى كلها كتله واحده باذن الله تعالى احنا منصورين. وينصر مبنى على باطل والله ما ينتصر. والله ما ينتصر. هسه لما نقولوا كيك الخان الدعم انا ما قلت الدعم السريع. الدعم السريع انا لقيته وين؟ لقيته بير خاي. ما دي حقيقه. ما في مؤسسه لقيته برضه اتمرد عليه، احنا ما رضيت اتمرد. عشان كذا يا جماعه نحن الان كلام بيقول فيه انا دي حقائق بقول وبقولها فوق راسي. الله اكبر. الدائر منكم الناس تتوحد وتبقى في القضيه وما ضغط عليكم، يجزيكم الله خير والسلام عليكم.